في لعبة مصرية اسمها أرضي. اللعبة دي بتعرف الأطفال بالدول العربية والموارد الطبيعية والزراعية كمان اللي موجودة في هذه الدول العربية. خلينا نشوف تفاصيل في هذا التقرير. لعبة أرضي هي لعبة عن 6 بلاد عربية، والهدف منها إنها بتفهم الأطفال عن الموارد اللي عندنا كبلاد عربية، زي مثلا البحر والصحراء والموارد مثلا زي الزيتون، وبتوريهم الحاجات المشتركة بيننا كبلاد، وفي نفس الوقت بتعرفهم إيه نقط القوة اللي في كل بلد، فإن هما فكرتها إن هما يقدروا يبصوا على كل بلد إن هي عندها نقط قوة من جواها، وموارد بتاعتها هي مصدر القوة بتاعتها. تهدف لعبة أرضي إلى تعريف الأطفال بالدول العربية ومواردها من البحار والصحارى إلى التمور والزيتون. هدفنا الرئيسي إن احنا نفهم إن في حاجات مشتركة بيننا، فدورنا على البلاد اللي فيها حاجات مشتركة، وفي نفس الوقت طبعاً كنا مهتمين بالبلاد اللي بيحصل فيها أزمات دلوقتي، فكان فارق معانا إن احنا نبرز البلاد دي ونتكلم عنها ونوري الأعلام بتاعتها عشان الأطفال تبقى فاهمة بوجود البلاد دي وبالأعلام بتاعتها وبالموارد الموجودة فيها. وتتناول اللعبة اللوحية 6 دول عربية، من بينها دول مشتركة في موارد وأخرى تمر بأزمات حالية. في حاجات كتيرة في المدارس أو في الألعاب الموجودة مش بتعرف الأطفال عن هويتها أو عن تاريخها أو عن أصلها، فإحنا فارق معنا في زكازون إن إحنا نبقى بنلمس الحتة دي، الحاجات اللي هي مش بنتكلم عنها أو بنتكلم عنها بشكل عام او مش بنتكلم عنها عن طريق اللعب، لانه احنا في الاخر هدفنا انه الاطفال تبقى بتلعب اكتر وتبقى بتلعب بحاجات هي لمساها فعلا، فانه وهم بيعملوا ده هم بيتعلموا، ودي اكتر حاجه يعني كل الدراسات بتقول انه اكتر حاجه بتعلم الاطفال هو ان هم يلعبوا. واثارت اللعبه اعجاب اولياء الامور لما تقدمه من معلومات للاطفال، ولانها تجعلهم يقضون وقتهم في اشياء مفيده. أنا بشوف إنها لعبة فريدة جداً من نوعها، ما فيش زيها في السوق وفي محلات اللعب كتير. بتعلم الأولاد حاجات مفيدة جداً ليها علاقة بالبلاد والمعلومات العامة للبلاد دي، البلاد اللي في الوطن العربي، مصر، السودان، فلسطين، سوريا، لبنان. عرفت إن فلسطين عندها زيتون، والسعودية عندها عبحر، وسوريا عندها سيتادل. اللي عجبني في اللعبة اللي هي كرييتيف بتعلم حاجات جديدة. صراحة اخترت فلسطين عشان اللي بيحصل في مين دول، يعني حاسة قريب للقلب وكده.